بما انه احنا على اساس حكم اسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم، ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار، دمرتوا البلد، ماي ما لحكتها للزرع، الطحين سيال ما تقدر الناس تخبزه، زين الكهرباء الكهرباء ترافيك لايت الله وامان الله، زين عندنا مرضى يا ناس، اجيت انت يا حفيدي مريض ها، وانا اشدكم اذا عندكم مروءه وعندكم انسانيه تنحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم، كافي 15 سنه بديكم، شنو سويتوا؟ انا مره ترى شيعيه وانا ما منتميه لاي حزب ولا قبل منتميه للحزب ها، فاللي اريده منكم بكرامتكم كل من مثل ما جيتوا بجنطه تطلعون بجنطه، انتوا طلعتوا المليارات لي قدام، ضمنتوا اسمع ضمنتوا حياتكم انتوا اولادكم واحفادكم، ما معوف البلد الله يخليكم عوف البلد، يا حيدر العبادي انت رجل ما تصلح القيادة البلد.